نعمل شوية رز بشعرية. بص انا شوية شعرية وتحمصهم في شوية زيت، جميل. بعدين تجيب شوية رز حبة كده حلوين على قد ايه، على قد اللي انت هتاكله يعني. انا بحاول ايه ما اكلش كتير. ف بعدين بقى ايه، تقعدهم تقعد تقلب فيهم شوية كده مع بعض على النار، بحيث ان ايه، مش عارف بصراحة، وانا بعمل كده بالاحساس يعني. نحمص شوية الرز. طبعا الشعرية تقريبا يعني وصلت للون المطلوب، بس على ما نجيب المية بقى، تكون انت ايه بقى يا باشا، قبل كل ده تكون انت ايه بتغلي شوية مية. هنا ايه شوية مية مغلية، تبدأ بقى ايه تصب المية فوق الرز لحد لما ايه المية تغطي الرز كده. بص المية فين، مغطية الرز ايه، المية مغطية الرز لحد هنا كده. فانت تغطي المية لحد الرز. ممكن نحط شوية، مش عارف بس ممكن نحط شوية مية كمان، بصراحة هي حاجة تقديرية. وانا بعدين بقى سيبها تغلي، سيب المية تغلي شوية تغلي. بعدين تجيب شوية ملح. طبعا هو المطبخ يعني في حالة من الفوضى العارمة. نجيب شوية ملح، حط ملح على قد التقدير بتاعنا برضو. كل حاجة تقدير، مفيش حاجة هنا، مفيش علم في الموضوع، الموضوع ده ملوش طريقة يعني. حط شوية ملح كده، معرفش دول كتير ولا قليل بصراحة، في الآخر هنعرف. قلب بقى ايه اللي في الجنب ده، استغفر الله العظيم. تجيب بقى شوية مية، حلو، مية ايه، ملح. تقلب المية، يخرب بيت ام السطلات، الواحد اتلسع خالص في دماغه. طب بقى تقلب بقى المية كده ايه، تسيب الرز يغلي شوية. وبعد لما الرز يغلي بشوية تحطه على النار هادية بقى، لان دي اكبر نار عندنا، فاحنا هنقلب. حط بقى على ايه النار، ونقفل النار دي خلاص، شكرا. سيبها بقى على النار الهادية اللي هنا دي بقى، تمام.